هيادة العقدة أدونك AIMF أي أساسات واربعين تقييمين تبرامجك ECF Extending Credit Facility أي هناك دبو هبين تمالية دا صوماليا يجي دي سعود كدين عارفين تا هيادة العقدة أدونك AIMF أي شكتا إن دولود فدرالك صوماليا أي كدبت دمان شروده اللو دجيي إن لغو هرمريا هناك دبو هبين تا دقالة صوماليا أي لو يقانا ECF كاسي او سيدو كلا هناك لغو هاقا يا رمها دين عفين تا قد ديغا سراء اي هيا دا اي ام اف او اربحين تان سو سراء اي اي كوبغا دي دولة دا فدرالكا سوماليا هرقلين تا دبو هاوين تا هناك مالي يد سيكر لغو قادو دقلقا قدها وحاينا سو جيدين ان دادا لير لغو بحيو سياسة دا عن شورها اي دبو هاوين تا مامولكا او اي كجران عشريين تا كستمدا يا شرعية دا عصب اي عن شورها دقلقا قديك السرعة IMF وحيسوي نحسن إن وحقبت كبرامج كان دبو هبين تنق عليها وهامد حوجن وحينبغى دين هرمرك جوك تدع عند دولد قسم يسيج دي سعد كبرامج كدين عفنته HIBC أوجو الحارة يين لجارو لما تكسرت كل بق كل باتن يصدح إذا ما يصير كدين عفنته وإذا تسرع وافق سنقلب كأفراد يود حيا هيدا IMF يدبيغيشتا أفراد اي مشروع دين عفينتا صوماليا اي ECF وحي موجينيا اسبدل كحوغان اي دنك دقالها يدو ودن كساميين حالدا كدس اسبدل كعملادا دقال حميدا ادون كسوو جهدي ايا الويري واربحينتان كسوو بحدي قد غسراء اي IMF وزير كمالية دا حكومة دا فدرالك صوماليا دكتر علمي محمود نور ايا سودو وي واربحينتان كسابسان دبوغيستا أفراد إيه برامج كا ECF إيه دين عفينتا يدبو هبينتا دقالها صوماليا وزير كا ياجري وحان سودا وين يا واربحينتا وين إيه كسوا بحدي قدقا سراء إيه هيا دا IMF إيه كسوا بسان نديجة دا كالالتاي شركي يودا تسيقين عن كايا لناي دبوغيستا أفراد إيه برامج كا ECF إيه دو هبينتا هنان كماليا دا دالكا يدا ما يصير كا رمها دين عفينتا صوماليا واربحينتا وحي موچينيسا isbeddel xoogan ee dhanka dhaqaalaha iyadoo ay wadanka saameeyeen xaalada ka dhacay isbeddelka cimilada iyo dhaqaale xumida adduunka soo wajahday ayuu yiri wasiirka maaliyadda Soomaaliya Asad Cabdi warbaahinta City Marwa Fertility Center xarunta daaweynta cudurrada taranka sida dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka alla ayaa oolaada bixiye hamiirada gogosha dhiciska dilinka burabiyoodka iyo xanuunada kale ee taranka fadlan nagu soo booqo xarunteena muqdisho taleex ama naga la soo xiriir taleefannada shaashadda kaaga muuqda mahadsanid